أحبان المملكة العربية السعودية في يومها الوطني 90، وأقول كل سنة وانتم بألف ألف 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 خير يا رب. يا قبلة الإسلام وللخير مصدر خذت بدينا، للسحايب إيديكم والنبض واحد من غلاكم مكثر. كل عام والمملكة العربية السعودية العظيمة بألف ألف خير. دام عزك يا وطن. من العاصمة الرياض ليلى اسكندر، أحبكم. يوم وطني سعيد إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وعافية وأمن واستقرار يا رب، ويا رب يا رب يرفع علينا هذا الوباء. كل عام وأنتم بخير لمملكة الإنسان، للسعودية وطني الثاني الحبيب، حبكم كتير إن شاء الله بينعاد عليكم بالأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. طبعا قصص جميلة مع أشخاص كثيرين في السعودية، وأحب أقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير، ورب يديم عليكم الأمن والأمان. عمل هذا الفيديو هو خصيصا لليوم الوطني السعودي، لأهني الشعب السعودي والحكومة السعودية، ونقول لهم إن شاء الله دائما الازدهار والتوفيق للمملكة. عبر برنامج صدى الملاعب حابة أهني المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 90، كل عام وأهلها وشعبها وحكامها بألف خير يا رب، عقبال المليون سنة. فنانة نتاشا.